وزير الصحة، جواز التلقيح سيصبح غير صالح بدون جرعة ثالثة. قال وزير الصحة خالد أي الطالب إن جواز التلقيح الذي تم اعتماده ضمن مقاربة احترازية جديدة كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية سيصبح غير صالح إن لم يتضمن الجرعة الثالثة. وأوضح أي الطالب أن جواز التلقيح المعمول به حاليا يتضمن الجرعة الأولى والثانية، وسيتضمن كذلك الجرعة الثالثة لمن وجب عليهم ذلك، مضيفا أنه إذا فات أجل الجرعة الثالثة ولم يتم أخذها سيصبح هذا الجواز غير معمول به. وأبرز أي الطالب الذي حل ضيفا على نشرة الأخبار الرئيسية بالقناة الأولى ليومه الثلاثاء 19 أكتوبر الجاري أن الهدف من فرض جواز التلقيح هو تفادي حدوث بؤرة وبائية والحفاظ على الانتعاش الاقتصادي التي بدأ يعرفها الاقتصاد المغربي.